تقديم الرعاية الصحية المتكاملة مسؤولية أساسية لوزارة الصحة تلتزم بتقديمها لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وذلك من خلال توفير العديد من الأطقم الطبية المتخصصة والتي تقوم بواجباتها على مدار الساعة. تلتزم وزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الصحية والرعاية الصحية المتكاملة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يحفظ حياتهم وسلامتهم ويسهم في تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تتنوع الخدمات الصحية المقدمة بهدف معالجة كافة الأمراض التي قد يتعرض لها النزلاء، سواء في مجال الصحة العامة أو التي تتطلب معالجتها مزيدا من الرعاية والخدمات الصحية الدقيقة. أي حالة من الحالات المعدية اللي تكون في مركز الإصلاح والتأهيل يتم الإبلاغ عنها في إدارة الصحة العامة، وإحنا بدورنا نرسل الاستمارات الخاصة بحصر المخالطين وعمل الفحوصات اللي بدورها تحدد الحالات الموجودة، ونعمل الإجراءات اللازمة السريعة واتخاذها بصورة سريعة للحد من انتشار أي نوع من أنواع الحالات المعدية. طبعا الوقاية جداً مهمة، فهذه الفحوصات المبدئية الوقائية اللي تنعمل في مركز الإصلاح والتأهيل جدا مهمة، والتوصيات النهية تعمل سنويا، وهذه في تفهم جدا مهم من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في تنفيذ توصيات إدارة الصحة العامة بما يصب في مصلحة النزلاء والمجتمع للوقاية من الإصابة بالعدوى وانتشار المرض. التعاون والتنسيق دائم ومستمر بين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وزارة الصحة لتوفير خطة صحية متكاملة لكل نزيل تشمل خدمات صحية وقائية وعلاجية. خدمات صحية الوقائية تشمل الفحوصات، التطعيمات على حسب الفئة العمرية والحالة الصحية لكل نزيل. الخدمات الصحية العلاجية تشمل الأدوية اللي كان يستخدمها كل نزيل لو كانت موجودة، وكذلك الخدمات العلاجية تشمل اللي هو مواعيد العيادات الطبية المتخصصة من قبل الاستشاريين في وزارة الصحة. طريقة فحص النزلاء تتم عن طريق الزيارات الدورية المنتظمة، حيث يتم زيارة فريق من الأطباء في مختلف التخصصات، فيتم معاينة النزلاء لمختلف المشاكل الصحية اللي عندهم، وتتم إجراء فحوصات من ضمنها مثلا تخطيط للدماغ، فحوصات مخبرية، عمل أشعة رنين أو أشعة مقطعية للدماغ، وكذلك يتم صرف الأدوية لهم عن طريق العيادات الخارجية. حبيت أشكر مركز إصلاح التأهيل ووزارة الصحة بخصوص اهتمامنا، اهتمام النزلاء من ناحية طبية، بالذات في فترة كورونا. يوم كان في فترة كورونا يعني بالذات الدكاترة الأخصائية ما كان يعني صعوبة يجون عندنا، فكانوا يحاولون يسوون معانا بالاتصال المرئي، والأدوية الحمد لله كانوا يوصلون لنا الأدوية وكل شيء. حبيت أشكر إدارة الإصلاح والتأهيل ووزارة الصحة رحم الله والديهم. يعني قبل فترة احنا جاتنا دكاترة هنا أخصائية في الجلد، كنت أعاني أنا من أمراض جلدية، ما قصروا وصلتنا العلاجات كامل متوفرة كانت، وكل الأشياء موجودة، يعني حتى دكتور الأسنان الجلدية كل شيء موجود عندنا الحمد لله متوفر. حبيت أشكر إدارة الإصلاح والتأهيل ووزارة الصحة رحم الله والديكم، ما قصرتون. قوم إدارة الإصلاح والتأهيل مشكورة بتوفير أدوية الأمراض المزمنة بشكل دوري يومي على ثلاث فترات اللي هي الصبح والظهر والليل، توزع تتم عن طريق المباني. بالنسبة إلى الأمور الثانية كالأمراض المعدية، في مستشارين قاعدين يجون من السلمانية بشكل دوري. أشكر إدارة الصحة والتأهيل ووزارة الصحة على الاهتمام الطبي اللي يقدمونه حق النزلاء. صراحة أي نزيل يواجه مشكلة طبية يوفرون العلاج بأسرع وقت، وهاي النعمة من رب العالمين، نشكر الله، الحمد لله رب العالمين.
تبقى هذه الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للنزلاء أحد أشكال تطبيق حقوق الإنسان كممارسة يومية ومنهاج عمل، وهو ما يتم على مدار الساعة سواء من خلال معاينة الحالات وتقديم العلاج اللازم أو عبر توفير كافة السبل التي تضمن حماية وصحة وسلامة النزلاء.